تواصل إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة والصناعة تكثيف جولاتها الميدانية على المحال التجارية لمتابعة تطبيق القرارات الوزارية حماية للمستهلك من الغش التجاري. الفريق الرقابي التابع لإدارة الرقابة التجارية أغلق اليوم 5 مكاتب لاستخدام العمالة المنزلية في منطقة حولي لمخالفتها قرارات وزارة التجارة. التفاصيل مع الزميل رائد الشمري. بجولة ميدانية رقابية قام بها فريق من مفتشي إدارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة وبقيادة مدير إدارة الرقابة التجارية فيصل الأنصاري. الجولة التفتيشية تم فيها رصد 5 مكاتب لاستخدام العمالة المنزلية ليست لديها أجهزة الكينت، وذلك يعد مخالفة لتعاميم وزارة التجارة حيث تم تطبيق القانون بإغلاق مكاتب العمالة المنزلية التي كان بعضها أيضا غير ملتزم بالأسعار ويفرض رسوم إضافية على المستهلكين. طبعا احنا حاليا في محافظة حولي نقوم بإغلاق عدد 5 محلات للعمالة المنزلية حسب قرار لجنة المحاضر، وطبعا جاري تنفيذ القرار الوزاري لإغلاق المحل. هم كذلك احنا عندنا اليوم بإدارة الرقابة التجارية عندنا 42 قرار من لجنة المخالفات. الإغلاق يكون فوري، يتحول دايركت على المكتب الفني، يقوم صاحب المكتب أو النشاط يراجع فيها المكتب الفني على استخراج أو فتح أو استمرار إغلاق المحل. طبعا أما أغلبية المكاتب اللي تم عليها واخذت قرار فيها اللجنة مو ملتزمة بقرار الوزاري، لا أخذ عدم التزام بالدفع بالكينت حسب القرار الوزاري، أهم كذلك أخذ رسوم إضافية. اليوم قامت الرقابة التجارية بمحافظة حولي متمثلة في مركز الجابرية بتنفيذ عدة قرارات إغلاق بحق مكاتب العمالة المنزلية التي لم تلتزم في قرارات الوزارة، اللي هي منها وجود مثلا أجهزة الكينت أو التزام بالأسعار حددتها الوزارة، حيث بعض المكاتب خالف القانون بأخذ رسوم إضافية على المستهلك أو عدم توفير أجهزة الكينت قام يأخذ مبالغ بالكاش يعني. هذا وتشدد إدارة الرقابة التجارية على أصحاب مكاتب استخدام العمالة بضرورة الالتزام بالقانون والقرارات والتعاميم الوزارية ذات الصلة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية والإغلاقات الرادعة للمكاتب المخالفة. فالجولات التفتيشية مستمرة بشكل يومي للكشف عن المخالفين وتطبيق الإجراءات الحازمة من قبل وزارة التجارة والصناعة. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.